ومستمرين معاكم، وهلا رح نعرف اكثر من زميلنا محمد ابو علوان عن ماذا يحدث في شبكه المياه والصرف الصحي بالزرقاء. هناك حفريات في عدد من شوارع المدينه. للحديث اكثر معنا محمد ابو علوان زميلنا اللي موجود الان هناك. صباح الخير محمد. صباح النور غادة إليك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة إحنا موجودين في أحد شوارع محافظة الزرقاء في منطقة الزواهرة، وهذا الشارع هو نموذج عن بقية شوارع المحافظة التي حفرتها شركة مياه هنا وقامت بحفرها منذ أشهر ومنذ أسابيع ولم تقم بردمها بعد أن انتهت من أعمال شبكة المياه وشبكة التصريف الصحي. معظم الشوارع وغالبية الشوارع بهذه الحالة، وجميع هذه الشوارع بدون ردم وبدون أدنى مقومات السلامة العامة. للحديث أكثر معنا الدكتور ماجد الخضري، عضو مجلس محافظة الزرقاء. دكتور ماجد صباح الخير. صباح النور، الله يعطيك العافية. دكتور ماجد، يعني حال شوارع الزرقاء، يعني أنت كما وصفته في مقال لك كالجحيم، أو حولت هذه الحفريات الشوارع إلى الجحيم، كيف ترى أو ماذا كيف تواصلتم مع الجهات المعنية بخصوص هذا الإطار وماذا قالوا لكم؟ للأسف الشديد يعني أن هناك استهتار كبير وواضح من قبل وزارة المياه ومن قبل شركة مياه هنا بما يجري في مدينة الزرقاء، في غرب الزرقاء تحديثا، حيث أن هناك عشرات الشوارع ما زالت محفرة، بعضها منذ شهرين وبعضها منذ 3 شهور. للأسف الشديد وعدت الوزارة بأن تنهي هذا الموضوع، وتم إيقاف أحد المتعهدين الرئيسيين الذين يقومون بهذا العمل، وتم تحويل آخرين إلى مكافحة الفساد من قبل بلدية الزرقاء، وما زال العمل يعني والتواصل مستمرا مع وزارة المياه والري من أجل معالجة هذه المشكلة. وكما ظاهر هنا هذا الشارع أحد الشوارع الذي حفر من 3 أشهر، وللأسف الشديد يعني فإن بعض السيارات تقع في هذه الشوارع وبعض الأطفال وبعض المارة. من هذا المكان أنا أناشد وزير المياه والري أن يتحرك إلى الزرقاء وأن يشاهد بأم عينه هذه الشوارع، وقد ازدادت شكوى المواطنين. ونحن أيضا في مجلس المحافظة، أنا شخصيا تواصلت مع وزارة المياه والري ومع شركة مياه هنا وأرسلنا أكثر من شكوى، استجابوا مشكورين لبعض الشكاوي، وتم تعبيد جزء قليل من هذه الشوارع، ولكن الجزء الأكبر من هذه الشوارع ما زال على حاله، ما زال مصيدة للسيارات وللمارة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الاستهتار ما زال قائما من قبل شركة مياه هنا. تم تحويل متعهد إلى مكافحة الفساد وإيقاف آخر، ولكن هذا لا يكفي، لابد من عمل جاد وسريع من أجل إنهاء هذا المشروع. شكرا لك دكتور ماجد. يعني هذه المنطقة أساسا يعني هي وجميع مناطق الزرقاء وهذه الشوارع المستهدفة تغلق طرق رئيسية في البداية، وثم فيها مدارس وفيها عدد من طلاب المدارس الذي يمرون من هنا. يعني الآن راح يكون معنا الأستاذ أحمد ضاري الزواهري. أستاذ أحمد ضاري صباح الخير. يعني شباب إذا بتفتحوا لنا مجال خلينا بس نصور الحفريات إذا سمحتوا، لو سمحتوا الشباب. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح النور، صباح النور على أردننا الحبيب وعلى جلالة سيدنا وعلى أهلنا في الزرقاء. يعني إحنا تشرفنا فيكم في المنطقة الرابعة في الزرقاء. أستاذ أحمد، يعني وأنت رئيس المجلس المحلي للمنطقة الرابعة، تحكي لنا يعني هل تواصلتم مع الجهات المعنية بهذا الإطار، وهل سيتم تعبيد هذه الحفريات التي دمرت شوارع الزرقاء؟ صحيح، يعني أنتم كما تعرفوا أن المنطقة الرابعة هي في منطقة توسع في بلدية الزرقاء، كما أنه يعني فيها ما زال مجال مفتوح للبناء والانتقال من مناطق أخرى إلى المنطقة الرابعة. وهاي الحفريات كما أنت تشاهد حفريات مياه للمناطق الجبلية التي غير مخدومة بالمياه، وكما تعرف في التوسع دائما بيكون دائما حفريات ودائما في موجود خدمات جديدة، وهاي الحفريات هي يعني عبارة عن منح فتجينا من الخارج، ما نقدر احنا نرفضها من اجل خدمة ابناء مناطقنا وابناء دائرتنا. فكما تشاهد الشوارع محفرة بالكامل. يعني احنا لو الشباب بيعطونا مجال انه بس نصور الشارع اللي محفر، يعني اذا شباب بس بتعطونا مجال حتى نشوف الحفريات، يعني
هاي الحفريات اللي بنشاهدها الآن بالصورة، هاي الحفريات هي اللي تركتها إدارة شركة مياه هنا، هي حال معظم شوارع الزرقاء، باتت مصيدة للسيارات وللناس وللمواطنين ولطلبة المدارس. يعني طلاب المدارس شوي ما سمحوا لنا نصور، لكن خلينا نحكي في المرحلة القادمة، يعني هل سيشمل هذه المناطق التي تم حفرها التعبيد من قبل البلدية، أم هنالك ترتيب وتنسيق من قبلكم مع مياه هنا لطمرة، وخاصة أنه في مناطق لها بالأشهر منتهيين فيها العمل ولم يتم طمرها لغاية اللحظة؟ سيدي، هي المشكلة يعني بشركة مياه هنا لسلطة المياه سابقا، في المقاول، أنا جلست مع مقاول الحفريات فقال لي أنا جاهز للتسليم، ولكن المشرفين على المشروع من شركة مياه هنا مش راضين يستلم المشروع، كون المشروع سنتين بيقولوا له خلينا على مهل، يعني معنا سنتين، فهاي يعني كلمة سنتين لما هو بحكي سنتين هو بمنع عنا الزائر الأسود اللي احنا انتظرناه من سنتين يعني. فهذا الشيء احنا عملنا عليه انه يكون في تنسيق بيننا وبين شركة مياه هنا، بأن المناطق هاي لا تعبد من أجل ما يكون في خسارة بالخلطة الإسفلتية ونستفيد منها لشوارع أخرى. ف يعني نرجو احنا من مشرفين سلطة المياه على انه يستلموا الشوارع هاي الغير جاهزة للتسليم من خلال تمديد شبكات المياه، ويعطونا الفرصة ان نقوم بتعبيد الشوارع على المنطقة الرابعة، على شوارع المنطقة الرابعة. يعني لما يقول مسؤول او مشرف انه سنتين، فهذا يعني انه في تقاعس في هذا الموضوع، وانه المواطن اخر همهم في هذا الموضوع. استاذ احمد، خليني يعني استغل وجودك معي، يعني اهم الشوارع اللي راح تعبد في المنطقة الرابعة، يعني بما انه الاهالي اليوم بيسمعونا في المنطقة الرابعة، اهم الشوارع او نسبة التعبيد راح تكون في المنطقة الرابعة؟ هي اهم الشوارع، الشوارع المتهالكة تماما، الشوارع الرئيسية والفرعية منها التي لم تشاهد الخلطات الإسفلتية سابقا، فهي شوارع متهالكة، منها يعني في مناطق غير معبدة تماما، يعني مقطوعة ما بين الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، هاي إن شاء الله ستعبد، وإن شاء الله في مناطق غير مخدومة يعني بالشوارع وعليها، وفي منطقة سكنية كبيرة إن شاء الله هاي المناطق راح تعبد بالكامل بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ أحمد ضاري، يعني هذه الصورة هنا وآلاف الطلبة في الذين يمرون ويؤمون مدارسهم يوميا يتضررون من هذه الحفريات، كما ذكرت حال شوارع الزرقاء جميعها في منطقة الوسط التجاري، في منطقة الزواهر، حي رمزي، في منطقة حي الحسين، جميع هذه المناطق تعاني من هذه المشكلة بالحقيقة. يعني أنه إحنا نتمنى من إدارة مياه هنا ومن وزارة المياه حل هذه المشكلة، وكما قال الدكتور ماجد الخضري في المقابلة بأنه هنالك وعد من وزير المياه بأن يتم طمر هذه الحفريات وإعادتها كما كانت وإعادة الشارع كما كان، فنتمنى إحنا ذلك أنه يصير. فيعني هذه الصورة هنا في الزرقاء، في محافظة الزرقاء، أنقل الكلمة إلى الزملاء في استوديو دنيا دنيا.